مش عارفة كده تمام ولا ايه. بسم الله. طيب الحقيقة انه مفيش فرق بيننا وبينهم. الفرق زي ما انتوا قلتوا، هما بيقروا اكتر، بيتعمقوا اكتر، بيصلوا اكتر، بس الفرق بيننا وبينهم ولا حاجة. ليه؟ زي ما هما عندهم الروح القدس جواهم بيرشدهم للتأملات، بيرشدهم للتفسير، احنا كمان عندنا نفس الروح القدس. الفرق بيننا حاجة واحدة، احنا الروح القدس عندنا جواه كده، جوه فوقيه حبة تراب، على حبة كسل، على حبة يعني عدم تركيز، على حبة عدم اهتمام، لكن هما الروح القدس عندهم ايه؟ نشط. طول الوقت عندهم تواصل مع ربنا، طول الوقت مركزين، طول الوقت في شغال. روح القدس اللي جواهم هو نفس روح القدس اللي جوانا بالظبط، مفيش فرق. هو بس الفرق فينا احنا. احنا اللي مش بنشغله. تمام؟ فاحنا كل واحد فينا يقدر يكتب تأمل حلو، يقدر يكتب تفسير حلو، ان الروح القدس هو اللي بيرشدنا. تمام؟ طيب النهارده هنتعلم ازاي ندرس او نتأمل في الكتاب المقدس. حد يعرف يقول لي يعني ايه تأمل؟ يعني ايه تأمل؟ ايه بنات هم اللي رافعين، يعني مش عارفه يا جماعه في ايه؟ استاذ قلت لي شباب بس مش شايفه شباب قوي يعني. يعني ايه تأمل؟ اللي يقول اي حاجه تمام قول. دخول في العمق اكتر، حلو. ايه تاني؟ حد من الشباب، حد واحد يا جماعه، واحد بس. يعني ايه تأمل؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بعمل ايه؟ او يعني بسرح في حاجه. بسرح في حاجه، ماشي. آية بعمل عليها صلاة، حلوة قوي. إيه تاني؟ قولوا حتى لو غلط عادي، قولي. بشوف الحاجة دي من منظور مختلف. بشوف الحاجة دي من منظور مختلف، برافو. إيه كمان؟ مساء الخير، الناس اللي ورا. معايا؟ يعني إيه تأمل؟ كل اللي أنتوا قلتوه صح، بس أصل التأمل يعني مشاعر. يعني إيه مشاعر؟ يعني بحس في الآية. لما بتعجبني آية حلوة قوي زي ما انت قلتوا، ممكن أبص عليها من منظور مختلف، ممكن أشوف حاجة ما كنتش شايفاها في الآية دي، حلوة قوي برافو عليكم. لكن بتعامل معاها إزاي؟ بتعامل معاها بالصلاة، بمشاعري. مش بقعد أشرح الآية، يعني مش بقعد أقول مثلا الآية بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي قويني. أنا عجبتني الآية دي، تمام. طب أعمل إيه؟ يعني أكتب إيه؟ ما أقعدش أقول آه يا رب أنت، أنا بستطيع كل شيء زي ما أنت قلت. وانت لا، هو انا كده مش بصلي، انا كده بشرح لربنا الايه. انا مش عايزه اشرح، انا مش عايزه اشرح الايه، انا عايزه اصلي بالايه. طيب يعني لما اجي اصلي يعني هقول ايه يعني، ولا هعمل ايه؟ انت عماله بتقول لنا كلام كتير كده، احنا عايزين كلام مفيد. واحد اتنين، هنقول ايه؟ اول حاجه هعملها قبل ما ابدا اتامل هصلي. ليه هصلي؟ عشان اشغل الروح القدس اللي جوايا. قول لي يا رب خليني اسمع صوتك، يا رب خليني كده روح القدس تشتغل جوايا وارشدني. صلاه بسيطه جدا، صلاه بسيطه جدا، اي صلاه بسيطه. تكلم يا رب فان عبدك سامع. اي حاجه بطلب منها ان ربنا يشتغل جوايا وان الروح القدس اللي جوايا يشتغل. ليه بعمل كده؟ علشان انا ببقى محتاجه لمبه تنور. وانا بقرا الاصحاح بحتاج ايه؟ لمبه تنور. يعني ايه لمبه تنور؟ يعني حاجه تلفت نظري، حاجه وانا بقراها الاقيني وقفت. طب بعد ما اقف هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها في التامل ان انا، احنا اتفقنا ان هو ايه؟ ان انا هصلي، تمام؟ طيب هصلي ازاي؟ اول حاجه هعملها ان انا هصلي بانا. دايما احنا متعودين في الكنيسه يا رب سامحنا، يا رب ارحمنا، كلها ناه صح، كلها اغفر لنا خطايانا، كلها ناه.
لكن وانا بكتب التامل بتاعي انا بقول له انا يا رب محتاج لك، انت يا رب قلت تستطيع، انا يا رب نفسي اقول لك انا استطيع كل شيء. يبقى انا بتامل لازم اكتب انا. يبقى اول حاجه بعملها ان انا اكتب انا، بتكلم دايما بالمفرد انا بس، كاني بكتب جواب لربنا. لما انا بكتب جواب بقول له يا رب انا بحبك، انا عاوزاك تبقى معايا، انا عاوزاك تبقى جنبي، انا محتاجه لك، انا ماليش غيرك، انا. فدي اهم حاجه في التامل، تبقى اول حاجه انه انا. اول حاجه ايه؟ انا. يبقى احنا قلنا هنصلي، يبقى التامل عباره عن صلاه، تمام. واول حاجه هستخدمها في الصلاه ان انا هقول ايه؟ انا، تمام. طيب انا متعوده على ايات حلوه او متعوده على ايات يعني بسمعها او حافظها، تمام جميل. مش المطلوب مننا ان انا اكتشف حاجه جديده او انبهر بحاجه جديده، او مثلا ايه عجباني حافظها، انا حافظه الايه دي والايه دي عجباني، لا ادور على حاجه جديده. لا، مش لازم تبقى حاجه جديده على فكره خالص، ممكن تبقى نفس الايه اللي انا حافظها واللي انا دايما بقولها في اي وقت، تمام. بس الفرق ايه؟ المره دي انا ربنا اداني ليها فكره جديده او حسيت بالايه، تمام. يبقى مش لازم فكره جديده، مش لازم فكره جديده. طيب هتقولوا لي بيحصل انه انا واللي جنبي واللي جنبي وصاحبتي واخويا احنا كلنا نفس الايه، فهنيجي بنقول التامل كلنا نقول نفس التامل. لا، مش نفس التامل. ازاي يعني؟ اه، هو ده اللي بيحصل دايما. ممكن ايه واحده عجبتنا كلنا، لكن لما نيجي نكتب التامل بتاعها، لما نيجي نكتب الصلاه بتاعتها، كل واحد فينا مختلف تماما. ماشي؟ طيب انا مش يعني انا اختار الايه على اساس ايه؟ طب او اعمل ايه؟ يعني انا مش انا الكتاب المقدس كله حلو، الكتاب المقدس كله يعني كلام جميل، طب انا هختاره على اساس ايه؟ في خمس حاجات تساعدنا نختار عشانها، يعني نختار بيها. اول حاجه هحط نفسي مكان الشخص. يعني مثلا انا قريت السامريه، قريت زكا، قريت شفاء الابرص، فجأة كده لقيت نفسي اقول هو انا لو مكان السامرية هعمل ايه؟ لو انا مكان السامرية هقول للمسيح ايه؟ لو انا مكان زكا هتعب نفسي واطلع فوق الشجرة ولا هكبر دماغي؟ لما يقول لي يا زكا اسرع وانزل، هنزل فعلا ولا اقول له لا انا مش فاضي؟ هعمل ايه؟ يبقى اول حاجة بعملها ان انا احط نفسي مكان الشخص. يبقى دي هنا طرق التامل. اول حاجه احط نفسي مكان شخصيه، احط مكان نفسي مكان اي شخصيه في الكتاب المقدس انا بقراها، واشوف انا هعمل ايه. ابتدي اقول له مثلا يا رب انا، وعايز اقول لكم على نقطه تانية، مش لازم وانا بكتب اكتب لغه عربيه فصحى، انا بكتب جواب لربنا، انا بكتب مشاعر لربنا، فاكتب باللغه اللي انا عايزاها، اكتب بعمي ماشي، اكتب عربيا، اكتب باي لغه انا بطريقه انا عاوزها، انا بتكلم عن مشاعري، انا مش مطلوب ان ابهر حد، انا بكون علاقه بيني وبين ربنا، تمام. يبقى اول حاجه بحط نفسي مكان الشخص. تاني حاجه بعملها بستخدم النص كانه مكتوب لي. يعني ايه؟ دايما واحنا كنا صغيرين كنا نكتب ايه على الكراسات وعلى المقالم؟ كان الرب مع يوسف، ونشيل يوسف ونحط اسمنا، صح؟ فكان رجلا ناجحا. كلنا كنا نفسنا نبقى ناجحين ومتفوقين من غير ما نذاكر، فكلنا نفسنا نبقى هو يوسف، فكان رجلا ناجحا. في كل مره
بقرأ آية، لو شلت الضمير وحطيت اسمي هحس إن الآية دي ليا أنا، الآية دي بتاعتي، الآية دي جاية عشاني. يبقى أول حاجة أعملها بحط نفسي مكان الشخص، تاني حاجة بعملها إن أنا ببقى أنا الضمير، يعني بدل لو في أي ضمير في الآية بشيله وبحط اسمي. يستطيع مينا كل شيء في المسيح الذي يقوي، لا تخف يا مينا لأني معك، وحط الآية واتكلم بيها مع ربنا. ماشي؟ طيب ممكن ايه تاني؟ ممكن بقى آية أصلا عجباني، زي الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. أنا بحب الآية دي قوي يا رب، بحس فيها إنك دايما معايا، بحس من الآية دي إنك عمرك ما هتسيبني، بحس إنك طول الوقت بتقولي أنا جنبك، أنا معاك، أنا رعيك، أنا ظهرك. دي صلاتي، الكلام اللي أنا قلته ده التأمل بتاعي. ربنا مش عايز وعظ، مش عايز مننا كلام إنشاء، محتاج قلوبنا، محتاج مشاعرنا. تمام؟ طيب يبقى تالت حاجة بصلي بآية عجبتني، أو بصلي بوعد. إيه وعود كانت موجودة في الكتاب المقدس؟ يعني هتعمل كذا هتاخد كذا، هتعمل كذا هتاخد كذا. برافو، اكرم اباك واملك كي تطول حياتك على الارض. ايه تاني؟ حلو قوي، برافو. ايه تاني؟ في وعود كتير ربنا وعدنا بيها، اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يبقى رابع حاجه الوعد. اخر حاجه ممكن استخدمها التصرفات. في الكتاب المقدس ربنا كان انسان زيه زينا، كان انسان زيه زينا، فاوقات كتير لما كان بيشفي حد ما كانش بيشفي مرضه بس، كان بيعمل حاجه تانية. مين فاكر حكايه الابرص، شفاء الابرص؟ الابرص المسيح عمل حاجه قبل ما يشفيه، عمل ايه تفتكروا؟ ايه؟ سأله، ماشي، غير سأله، بعد ما سأله عمل ايه؟ غفر له خطاياه، ماشي. حاجة تانية، أنا بتكلم على الأبرص، لمسه. برافو. طب ايه اللازمة؟ ما كان ممكن يقول له أطهر وخلاص. لمسه. ليه لمسه؟ ان هو اصلا كان محتاج يتلمس، كان محتاج ان حد يطبطب عليه، كان محتاج انه ده كان احتياج نفسي، مش بس ان هو يعني ده كان بقاله كتير قوي محدش لمسه، والمسيح كان قاصد انه يلمسه قبل ما يخففه، قبل ما يشفيه، عشان يقول له حتى وانت بمرضك ده لا انت مقبول، انا هلمسك. يا يعني كل دي في كلمة لمسه؟ كل دي في كلمة لمسه، يعني كلمة صغيرة بس هي ممكن أتأمل فيها. كلمة صغيرة، لما المسيح بكى على قبر العازر، يعني أنا ممكن أتأمل في كلمة، ممكن أتأمل في كلمة واحدة بس. لما زكا كان واقف فوق الشجرة والمسيح كان معدي، اول حاجه المسيح عملها ايه؟ نظره اللي هو اكنه بيقول له على فكره انا واخد بالي ان انت قاعد فوق وشايفني ومستنيني. يا ربي انا نفسي تنظر لي زي ما نظرت لزكا. خد، انا حاسس ان انت ناسيني، حاسس ان انت مش شايفني، نفسي تاخد بالك مني زي ما اخدت بالك من زكا. انظر الي يا رب، انظر إلي وأعني. هو كل ده من كلمة نظرة؟ كل ده من كلمة نظرة بس،
يعني كلمه نظره بس ممكن نحط عليها تامل، اه كلمه نظره بس ممكن نحط عليها تامل. تمام، يبقى اخر حاجه معانا الفعل. اي فعل موجود في القصه بتاعتي. تمام، يبقى ايه الطرق اللي انا ادرس بيها التامل؟ احط نفسي مكان الشخص، احط اسمي مكان الضمير، اصلي بايه عجبتني، اصلي بوعد، اصلي بالفعل. تمام، دول الخمس طرق اللي انا اقدر ان انا اتامل بيهم. طيب هو انا لما هتامل وهبسط وبعدين هعمل ايه؟ هطبق. يعني ايه هطبق؟ يعني هنفذ اللي انا قلته. ايوه، يعني هعمل ايه يعني؟ يعني انا دلوقتي عجبتني اي حد كده يقترح عليا ايه، حد كده في ايه بيحبها يقولها لي. تشدد ولا شجع لا تخف. حلو قوي الايه دي. طيب ايه التامل ممكن نقوله عليها؟ احنا ساعتها هنشيل اسمي واحط، ولا هتامل في تشدد؟ عشان بس هتامل في اي حته، هتامل في تشدد وتشجع على بعض. تمام، طيب انا ممكن اقول لكم مثلا التامل ممكن، يا رب انا عايزاك تشجعني، عايزاك تقويني، انا خايفه، انا داخله على حاجه انا مش عارفه ايه هي، مش عارفه اخد قرار في الموضوع ده، محتاج تشجعني، محتاج تقويني، اقعد اصلي بالايه دي. تمام، طيب عايزه اطبق. يعني ايه اطبق؟ يعني التامل الحلو ده والصلاه الحلوه دي عايزه انفذها بقى دلوقتي. اعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ انفذ الايه دي عملي ازاي؟ فكروا فكروا، انفذ الايه دي عملي ازاي؟ ها، يعني اعمل ايه؟ ايوه ماشي، ايوه هي دي، اصلي بالحاجه اللي وجعاني دلوقتي. انا خايفه ومتضايقه ولقيت الايه بتقول لي تشدد وتشجع، فحسيت ان ربنا بيقول لي انا معاك، انا اتبسطت قوي، انا اتبسطت قوي، حسيت ربنا سامعني، حسيت ان ربنا حاسس بيا. جميل، طب هعمل ايه بقى؟ حالا دلوقتي او بكره الصبح هقوم اصلي من اجل الموضوع ده، هروح الصبح الكنيسه هولع شمعه الموضوع ده. طب انا كده بعمل ايه؟ بطبق. حلو قوي. طيب التطبيق ده اي حاجه كده؟ لا، التطبيق ده ليه شروط، اسمه تطبيق بيساوي عمق شخصي. يعني ايه عمق شخصي؟ بنقسم العمق دي لثلاث حاجات. العين، عملي. يعني ايه عملي؟ يعني حاجه انا عملتها فعلا، انا قمت وصليت. مش هقول لما ابقى بقى ان شاء الله اروح القداس ابقى اصلي، لا انا هقوم اصلي. طيب الميم محدد. محدد بايه؟ محدد يا بوقت يا بمكان يا بزمان. يعني بكره الصبح هقوم اصلي الموضوع ده، هقوم دلوقتي اعمل كذا، اول ما هروح الكنيسه هولع الشمعة. فبقى اللي انا التطبيق ده عملي، يعني هقوم اعمله، محدد زي ما قلنا بمكان او بوقت. تمام، قاف يعني قابل للتقييم. يعني ايه قابل للتقييم؟ يعني انا مثلا قريت آية أو وعد، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. طيب الآية دي حسستني إن أنا لازم يعني أدفع أجور، لازم يعني أدي حسنة للناس اللي في الشارع، فأقول أنا كل ما أنا ماشية في الشارع أي حد محتاج هديله، أي حد. لا أنا كده هخلص المسروق يعني، هنصرف على الناس كلها ولا إيه؟ لا مش معقول، ده مش عملي خالص. حبوا اعدائكم، انا هحب كل الناس، لا مفيش حاجه اسمها كده، ده بقى مش عملي خالص، ده اي كلام. لا، حبوا اعدائكم، انا في حد زعلان مني،
انا في حد انا زعلانه منه، هو مش عدوتي بس احنا يعني مش على وفاق قوي، فهعمل ايه؟ هكلمها، ابعت لها رساله كده اقول لها ازيك عامله ايه. انا عملت خطوه عمليه، تمام، قابل للتقييم. يعني ايه؟ يعني بعد ما اخلص اقدر اقول اه انا عملت الحاجه الفلانيه. لما يبقى الحاجه محدده وعمليه هقدر اقول اه انا عملت ده، تمام. يعني ايه شخصي بقى؟ يعني انا قريت احب اعدائكم، اقول اه انا اخويا متخانق مع واحد صاحبه، انا اروح اقول له روح صالح صاحبك. لا، شخصي يعني انا اللي اعمله مش حد تاني. شخصي يعني ايه؟ يعني انا اللي اعمله مش حد تاني. طيب احنا ليه ايه فايده التطبيق؟ ايه فايدته؟ ايه لازمته؟ طب ما انا اتاملته خلاص، ايه لازمته؟ ايه لازمته؟ برافو عليكي، انا كده بنفذ الوصيه. طب يعني هو انا يعني لو بعت مسج لصاحبتي انا كده اه انت كده نفذت الوصيه؟ طب انا التطبيق ده لازم اعمله كل يوم؟ لا مش لازم تعمله كل يوم. لو انا كل يوم عندي تامل هقدر اطلع بيه التطبيق. والاحلى بقى ان يبقى التطبيق بتاعي ماشي مع التامل، يعني ما بقاش مثلا تشدد وتشجع، تمام، وان انا محتاجه اصلي من اجل المشكله دي وبعدين اقول انا اروح بقى ادي الفقراء. ايوه، ايه علاقه ده بده؟ هو حلو، يعني انا مش هقول ان هو وحش انت تدي الفقراء او تدي لحد محتاج او تطلع، حلو جميل، بس هو ايه علاقته بالتامل؟ ايه علاقته بالايه اللي عجبتك؟ ماليش علاقه. فيفضل يبقى ليه علاقه بالتامل بتاعي، هحس ان انا عملت حاجه. طيب احنا هنعمل ده في كراسه، الكراسه دي فيها نفس الخطوات، فيها التاريخ فوق. اهم حاجه اكتب التاريخ، ليه بقى؟ هقول لكم ليه بس كمان شويه. هكتب التاريخ، هكتب بعد ما اكتب التاريخ هكتب الشاهد اللي انا هقرا فيه الاصحاح، مثلا هقرا هنقرا النهارده دلوقتي مرقس واحد، تمام. هكتب الصلاه بتاعتي، تكلم يا رب في ان عبدك سامع، خليني يا رب اسمع صوتك، اي ايه حلوه انا حافظاها انا بحبها محتاج ان انا اصلي بيها قبل مبدا التامل. طب لو انا قريت وخلصت قرايه ومفيش ايه عجبتني، مفيش ايه يعني لفتت نظري، عادي يعني؟ لا، هو معنى كده ان انت دماغك مش مركزه حبتين والروح القدس نايم حبتين، محتاج ايه؟ ندعك الفانوس عشان اللمبه تنور، فمحتاجه اصلي تاني، محتاج افصل دماغي، محتاج اقوم اصلي اقول يا رب انا محتاجه اسمع كلمتك، محتاج تقول لي ايه هي انت رسالتك النهارده، محتاجه ايه منك، محتاجه اسمع صوتك. واقعد الح على ربنا في الطلب، هتلاقي الايه ظهرت بانت لوحدها، تلاقيك وانت بتقرا كده وقفت عند ايه وتلاقي نفسك قلت انا اول مره اخد بالي من الايه دي، الايه دي ايه ده حلو، انا قريتها كذا مره بس اول مره اخد بالي من الفكره دي. تلاقي نفسك عايز تعديها، تلاقي نفسك بترجع تاني. اقف وابتدي اكتب. حد هيقول لي طب ايه لازمه الكتاب؟ طب ما انا خلاص انا هتامل، انا اقعد اقول ربنا واصلي له واقول خلاص انا هعمل ايه لازمه الكتابه؟ مهمه الكتابه ولا مش مهمه؟ مهمه. طب مهمه ليه؟ هتطلع الافكار، ماشي. ايه تاني؟ برافو عليكي، برافو عليكي. بعد فتره لما وقتي يعدي هي زيها زي ايه الكتابه دي؟ زيها زي ما بنروح مكان حلو كده، مكان جميل على البحر، كافيه، عيد ميلاد حد، ونقعد نعمل ايه؟ نتصور. ليه نتصور؟ عشان بعد وقت بنعمل ايه؟ بنتفرج على الصور ونفتكر. هي نفس الفكره بالظبط، التامل ده اكني بصور اللحظه اللي انا استمتعت فيها مع ربنا، بصور اللحظه اللي انا ربنا اداني حاجه حلوه. وبعد ما الوقت يعدي كتير او قليل واجي افتح اقول ايه ده، ومين اللي كاتب الكلام ده؟ هو ايه اللي الكلام مين اللي كاتب الكلام الحلو ده؟ في اوقات كتير قوي بنبقى حاسين بوجع، حاسين بألم، حاسين ان احنا فرحانين، ونلاقي كده ربنا مشاركنا، تلاقي الايه جايه ايه ده، يا دي جايه بالظبط، دي جايه على المقاس، ده ايه الايه الحلوه دي؟
فرحتنا بالآية وفرحتنا لما نكتبها ونيجي نرجع نقرا نقول أنا فاكر إن أنا كتبت الآية دي وأنا قاعد في الحتة الفلانية، وأنا كنت في الخلوة، وأنا كنت بسبب إن أنا كنت مبسوط عشان خاطر كذا، وأنا كنت متألم عشان خاطر كذا. فالكتابة بتاعتي زيها زي الصورة بالظبط اللي أنا باخدها في أي موقف حلو بيعدي بيا. تمام؟ طيب هنقرا مع بعض، هنطلع مع بعض مرقص واحد هنقراه مع بعض. احنا ينفع نوزعها عشان بعد ما نخلص يعني، ولا بعد ما نقرا الكلام كله زي ما انت عايز؟ ماشي ماشي نوزع. عايزه اقول لكم على حاجه حلوه، هما بيوزعوا لك كراسات. بالنسبه لي يعني لما اتعلمت التامل ده، لما كان بيعدي عليا وقت في اسبوع الالام، في وقت كده كلنا بنزهق فيه، فاكر عارفين الوقت ده؟ في وقت كده استاذ بشير هيزعل مني، في وقت كده كلنا بنزهق منه، عارفينه؟ وقت الالحان. وقت ايه تاني؟ في وقت كده لما بيقول بيقروا ايه؟ المزمور اللي بالابتي. يا سلام، هو ممتع وجميل، هو حقيقي حلو، بس لو انتوا خدتوا بالكم واستخدمتوا الطريقه دي في المزمور وطلعتوا ايه من المزمور اللي بيتقرا بالعربي طبعا وكتبتوا الايه وتاملتوا فيها، هتقولوا لا لا كملوا كملوا في المزمور والانجيل، انا لسه ما خلصتش تامل. هتتمتعوا بيه جدا جدا بجد. يعني خلي الكراسه دي صاحبتكم كده في اي وقت في حاجات ممكن تخليكم متشتتين، هتستمتعوا بيه قوي. طيب ممكن نطلع على الموبايلات او الكتاب المقدس ونقرا مع بعض. بسم الله. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. في بيت انجيل يسوع المسيح ابن الله، كما هو مكتوب في الانبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيما. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، ويأكل جرادا وعسلا بريا، وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي. أنا عمدتكم بالماء، أما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن، وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازل عليه، وكان صوت من السماء: أنت ابني الحبيب الذي به سررت. وللوقت أخرجه الروح إلى البرية، وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان، وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه. وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل
يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فطوبوا وآمنوا بالإنجيل. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه بالقيان الشبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقالوا لهما يسوع هلما ورائي فأجعلكما تصيران صيادي للناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت. فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجر وذهبوا وراءه. ثم دخلوا كفر نحوم، وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم. فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصرخ قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهر يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجزة فتطيعه. فخرج خبر الوقت في كل القرى المحيطة بالجليل. ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس مع يعقوب ويوحنا، وكانت حماد سمعان مضطجعة محمومة. فالوقت أخبروه عنها، فتقدم وأقامها ماسكا بيدها، فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب. فشفع كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك، فتبعه سمعان والذين معه. ولما وجدوه قالوا له: إن الجميع يطلبونك. فقال لهم: لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا، لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامعهم في كل جليل ويخرج الشياطين. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فأطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. فانتهره وأرسله للوقت وقالوا له: انظر، لا تقل لأحد شيئا، بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يدع يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا، بل كان خارجا في مواضع خالية، وكان يأتون إليه من كل ناحية. والمجد لله دائما أبدين أمين. لو أنا وأنا بقرأ في حاجات مش فاهمها، مش مهم، مش مطلوب مني وأنا بطلع آية عشان أتأمل فيها أن يكون فاهم كل الكلام، مش لازم. أهم حاجة ألاقي آية، كلمة، وعد لمسني. هديكوا كده 10 دقايق في الكراسة الحلوة الجديدة دي، تمام؟ كل واحد فيكو يكتب الآية ويكتب التأمل بتاعه والتطبيق، وهسمعكم، تمام؟ قدامكو 10 دقايق هنكتب تأمل على إيه؟ على الإنجيل اللي احنا قريناه، إنجيل يوحنا صح الأول. مفروض إن أنت عارف صح ولا إيه؟ ايه؟ اشمعنى ما انت كنت في مدرسه الكتاب وانت صغير؟ ما انت اكيد عارف. ما ده مرقص على فكره مش يوحنا. ايوه سوري مرقص. Thank you.
الحمد لله. خديها من بدري. الصلاه دي يكتبوا فيها الايه؟ الصلاه دي لا، ما هي يكتبوا الايه هنا في الاول. الصلاه دي هيكتبوا فيها يا رب سمعني صوتك اصلي احنا يكتبوا الايه هنا ويتامل تحتها. انهي ايه هم هيتاملوا فيها؟ لا يكتبوها هنا. لا يكتبوها هنا الاول. يكتبوها هنا. الصلاه دي الصلاه بتاعتهم اللي قبل ما يصلي. تاني عشان الناس اللي بتسأل، أول حاجة هنكتب التاريخ، في الشاهد هنكتب مرقص واحد، الصلاة دي هنكتب فيها إيه؟ هنكتب فيها إيه؟ تكلم يا رب فإن عبدك سامع، يا رب اسمعني صوتك، صلاة صغيرة بيني وبين ربنا علشان هقرا تاني الإنجيل بيني وبين نفسي وعشان أكتشف الآية اللي ربنا عايز يبعتها لي. طيب بعد كده في التأمل هنا هكتب أول حاجة الآية وهتأمل والتطبيق، وبعد كده هأكد على نفسي نفس الآية تاني بحيث ان انا في الآخر هحفظها. تمام؟ الصلاة دي اللي انا بتكلم فيها مع ربنا، بقول يا رب فتح عيني، تكلم يا رب فان عبدك سامع، بصلي بيني وبين ربنا قبل ما بتامل. طب انا هكتب الايه فين؟ في اول سطر في التامل، وبعد كده هتامل. مش مشكله. الشيء بتاع الايه هي بتاع الاصحاح اللي انت بتقرا فيه، مفيش مشكله زي ما انت عايز. هو ينفع، بس انا بعد ما اكتب كذا ايه هو ينفع، بس بعد ما اكتب كذا ايه هتامل في انهي فيهم؟ وهم لا انا كتبت ايه وتاملها، انا في ايتين كمان. ما هو انا هكتب ايه وتاملها وتطبيقها، هعمل ثلاث تطبيقات بثلاث تاملات بثلاث حاجات. تطبيق عدد قابل للتطبيق. ماشي، كفايه واحده احتياط، خلي المره الجايه نبقى واحد ثاني. عايزه تكتبيها هنا وبعد كده تتاملي وبعد كده ترجعي تكتبيها هنا تاني. تمام، مفيش مشكله، الكراسه بتاعتك اعملي فيها اللي انت عايزاه. والتطبيق ده اللي انا استفدته منه، اللي انا هعمل بيه هعمله، الحاجه اللي انا هنفذها. هنا هنكتب الصلاه اللي انا بصليها قبل ما ببدا اتامل، اللي هي تكلم يا رب في ان عبدك سامع، يا رب اسمعني صوتك، اي حاجه بيني وبين ربنا علشان يفتح عيني وينور اللمبه اللي محتاجه على الايه. طيب الايه احطها فين؟ هحطها هنا في اول سطر وابتدي اتامل. كده هكتب التطبيق وبعد كده هحط الايه هنا تاني بحيث خلاص ابقى المفروض حفظتها. طب التطبيق ده هو حاجه بقى انا هعملها اللي هي الخمس خطوات اللي هي التطبيق عمق شخصي، حاجه محدده عمليه هعملها من نتيجه من تاملي اللي انا طلعته. اتاملوا، ولو مش ولو وقفتوا في التطبيق هنساعد بعض في التطبيق. تمام؟ في حد محتاج اي حاجه؟ عايزه قلم؟ طلعتي وركزتي في الحياه؟ ايه تمام. بس جبتوا قلمة ولا لا؟ طب ماشي اوكي. ايوه
جايالك جايالك صدقيني جاي جاي بقى منا جاي قولي لي يعني انا حسيت عامل ايه ان انا اعيش مع ربنا احاول انفس لحد ما اكون وسط الناس اللي بتقال علينا بنت ربنا ازاي ايه قابل للتقييم بقى ايوه انت هتعملي ده ازاي ده كده كلام انشا المؤاخذه ما هو محدد ان اكون وسط الناس اللي بتقال عليا بنت ربنا بس مش مظهره وبس هعمل ايه هعمل ايه اللي هي ايه هعمل ايه انا اقول ايه وصي ربنا لا ايه حاجه انا هعملها علشان ابقى نفذت وصيه ربنا طب يعني ايه محدد التقييم قابل للتقييم طيب ايه هو التامل اتاملتي في ايه في قول الله لها لهم يسوع لهم ورائي فاجعلكم تسيرون سيدي الناس تمام ده بيتكلم عن ايه ان هو تعالوا امشوا ورايا وانتوا هتكونوا وسط الناس كانكم زي سناره حلو بنشجع بعض ان احنا نيجي الكنيسه تمام طب انا ده بقى اشجع بعض حلو وبشجع الناس ان هو يجوا اهو بشجع الناس ان هم يجوا اقول كده هو ده لا هكلم فلانه اجيبها وانا جايه الاجتماع الجاي انا اكتب أي مش اكتب انا هعمل ايه ده عملي ايوه ما ده عملي شخصي انا اللي هعمله محدد حددت بفلانه هجيبها حته فلانيه بعد وقت لما اجي اعدي انا عملت ده انا كلمت فلانه وجبتها معايا واحنا جايين فهمتي ما انا بقول لك بعد ما تخلصيه تقولي انا عملت كذا انا عملت كذا لكن لو انا هو في العموم لما همشي اهدي الفقرة طب انا اديت حد طب انا النهارده اديت حد اللي انا اقوله اعمله يعني ما ابقى مش فاكر ليه عشان هو مش محدد فمش عارفه تقيميه لكن لما بيبقى محدد ويبقى عملي هتلاقيه قابل للتقييم لوحده هتلاقي نفسك ايوه ودتني في حته ان احنا نكون سيد الناس انا قصدي وسط المسلمين ان انا اكون على صورته ومثال وسطهم نكون مميزه حلوه فانا جيت في حته ثانيه مش ماشي طب ماشي حلو طيب انا هكون تمام انت بقى عندك تعاملات مع تمام في ناس فيهم يعني صعبين محشين ولا الدنيا تمام يبقى انا مثلا على انا هكتب لنفسي كده مع بدايه شهر رمضان هبعت لكل واحده تهنئه انا لفلانه وفلانه مثلا ان انا احاول اخليهم مش انا دلوقتي عايزه اثبت لهم ان انا على صوت ربنا ومثيله هم يعرفوني منين لازم ابين لهم ده مش ابين لهم انا عشان انفذ الوصيه اعمل خطوه عمليه هعيد عليهم هم مش هم بيقولوا حرام نعيدوا علينا ايوه اللي هو ازاي لما مثلا يبقوا قاعدين ممكن انا معاكي في ده ممكن مثلا لما هينموا هقوم وامشي مثلا حددي حاجه معينه موقف معين كلامه ما يطلع خارج الحدود انا موجوده انا همشي يبقى انت حددتي موقف معين لما هيحصل انا هثبت لهم ده بالعمل بتاعي يبقى انت حددتي الموقف حددتي مع الناس دي تمام لما تيجي تفتكري انا لما اتكلموا على الموضوع فانا مشيت فهمتي الفكره ثواني معلش انت كنت خلاص اوكي انا عارفه مصلي ليه شوف انت شايف احسن لو انت بتحنن عليك ولا لا قولي لي بس هو انا ده الايتين اللي هما اللي انا عجبني انا في الصلاه ان انا مثلا عايزه ان ربنا اللي هو في التامل اللي هو طب لو انا حطيت نفسي مكانه طب لو ربنا ناديني انا كنت الوقت ده كنت هروح ولا لا كده ماشي اكتبي كده دلوقتي يعني انا هنا كتبت الايتين اللي انا اخترتهم طيب حاولي تختاري واحده لو يعني اكتر واحده عجبك ايه هي في التطبيق اللي هو تحت اللي هو ان انا قبل اي ايه انهي واحده ايه انهي واحده اللي هي ايه اقريها لي فدعاهم للوقت فتركب هما زبدي في سفينه مع الاجاري وذهبوا ورقوا تمام يبقى هما سببوهم علشان يروحوا ربنا يروحوا ربنا طيب انا ممكن اسيب ايه عشان خاطر ربنا ما انا بدقق في الكلام انا ممكن اسيب ايه عشان خاطر ربنا انا وانا في القداس ببقى ماسك الموبايل ولا سايباه ببص فيه كم مره ببص في الموبايل اكتر ولا بقعد مع ربنا اكتر يا رب انا محتاجه ان انا اترك شيء عشانك زي ما هم عملوا انا محتاجه ان انا زي ما هم تركوا يمكن ابوهم كان غالي عليهم انا دلوقتي يمكن الموبايل غالي عندي بس انا محتاجه اسيبه وقت الصلاه محتاج اخصص وقت ليك يا رب واترك ده لاجلك ف هقول تطبيق مثلا اديني انا صليت انا محتاجه يا رب ساعدني ان انا اعمل ده فهقول تطبيق عملي اول قداس هحضره انا هقفل الموبايل خالص خالص مش هعمله صليت هقفله ومش هفتحه غير اخر القداس وانا طول ما انا في القداس لو بفكر ان انا عايزه ابص في الموبايل افتكر الايه اللي انا
تركوه وتبعوا، تركوا وتبعوا. فانا يا رب انا النهارده جايه انفذ ده عشانك، بابسط الكلام هكتب ابسط الكلام. الشباب الحلو، الشباب الجميل طبعا. ده جرجس اشطر الشطار، انت هتقول لي اشطر الشطار جرجس. نعم، في اي خدمه. حاجة أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ متأثرة بالكلام اللي أنا كتبته. طب والآية اللي حفظها لازم تكون هي اللي فوق ولا ممكن تكون آية تانية غير عادي؟ يفضل هي نفس الآية اللي فوق. ليه بقى؟ إن الآية دي أنا تأملت فيها وطلعت فيها مشاعري وهعمل عليها تطبيق، فيا سلام كمان لو حفظتها. تمام؟ اه طبعا، اه طبعا، اه طبعا. اي حاجه انت محتاجه ان هو يشيل ده ايا كان ايه الحاجه، مش لازم، مش لازم مرض، مش لازم نفس الحاجه. حاولت اطلع مننا تطبيق بس ما قدرتش، بس التامل حاسه ان بقى عارفه بس التطبيق مش عارفه. طب حلو، يعني انت كتبتي، كتبتي ايه في التامل؟ لا اقري لي. يا رب انت تقدر تطهرني من كل شيء حزن وجع خطيه، طهرني يا رب زي ما عملت مع الابرص. انا محتاجه لمستك يا رب، محتاجه احسك في حياتي. حلو قوي، جميل جدا. طيب انت لما الايه دي جت قدامك في حاجه افتكرتيها؟ مش لازم تقولي عليها، بس في حاجه افتكرتيها. تمام، يبقى انا في التطبيق هكتب يا رب الحاجه دي انا محتاجه انك تطهرني. النهارده هصلي بالايه دي، النهارده هقف قدامك واطلب الطلبه من اجل انك تطهرني من اجل من الحكايه دي. بس بنت كده عملتي تطبيق. شطوره. ممكن اقول، ما انا هقول ممكن اقول ان انا هعمل ده مثلا لمده يومين، لمده ثلاثه، ممكن اعمل النهارده بس لان انا بكره عندي تطبيق تاني، فما فيش مشكله. تمام، اهم حاجه ان انا انفذه لو مره واحده قدرت انفذه تاني. تمام. طب واضح ان انتوا بتتكلموا يبقى خلصتوا. ها قولي لي. هي انا كتبت اللي هو العملي المحدد بقى، ايه محدد؟ بمكان، بشخص، ب ب ب محدد. ايوه يعني اكتب ايه؟ ما انا مش طب ايه هو التطبيق؟ هو انا المفروض ان انا الايه كتبتها اللي هي فتقدم حكمها مسكها بيدها فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمها. تمام. العملي انا ايه هو؟ انت تأملتي ازاي او ايه الفكره يعني؟ تأملت ان هو ان انا قلت ان انا ان انا ان هو خليني زيها، ان انا تعبانه او غرقانه في الخطيه او غرقانه في الدنيا امسكني زيها وجيبني ليك. حلو قوي. يبقى انت احتاجتي من ربنا ان انت ما تسيبنيش وتجيبني زيها وتقومني، صح كده؟ طيب انت في عندك مشكله معينه تعباكي محتاجه ربنا يساعدك فيها يقومك منها؟ تمام. يبقى انا لو انا عندي فعلا مشكله او عندي حاجه هكتب يا رب الموضوع الفلاني، اكتبه بين قوسين. ما تخافوش الكلام ده مش احنا مش هنقراه عشان بس الكورسات دي بتاعتكم. واحنا دلوقتي هنشارك بينا وبين بعض، اللي مش حابب يقول حاجه معينه. تمام. يا رب الحاجه الفلانيه دي النهارده انا هقوم اصلي بيها. يبقى انا حددت المشكله، حددت الوقت، انا النهارده هقوم اصلي بالحاجه دي. تمام. بس كده خلاص، وانا اللي بصلي. تمام. اللي هي كوفل بقى للتقييم، يعني بكره لما اجي اعمل تقييم اقول واعرف انا عملت ده، انا صليت من اجل الموضوع الفلاني. يعني انا اقول اللي انا عملته، اللي انا كتبته، هل عملته ولا لا؟ بالظبط. ورسيني بدل ما فيها مهمات. ايوه يبقى بدأوا خلصوا، صح؟ انا بقول كده. قولي لي. طب هقول، هشرح تاني. الناس بتتامل لبعض يعني. لا لا. طيب في اكتر سؤالين اتسالوا لي، ايه هو التطبيق؟ تمام؟ ويعني ايه محدد؟ ويعني ايه عملي؟ ويعني ايه قابل للتقييم؟ طيب التطبيق زي ما احنا اتفقنا، حد كده يقول لي ايه من اللي اتامل فيها؟ اجعلكما تصيران صيادان للناس. انا لو الايه دي عجبتني حسيتها دعوه لربنا ان انا اشجع الناس اللي حواليا، خليهم يجوا الكنيسه، اصطاد الناس، يعني مش انا بس اروح الكنيسه، لا اخد حد معايا. فبقول له يا رب ساعدني وشجعني ان انا اعمل كده، شجعني ان انا اشجع
صحابي واخليهم يجوا معايا الكنيسه، وفلان اللي انا عارفه ان هو بعيد شويه عن الكنيسه، وفلان صاحبي اللي بيقعد تحت على القهوه مع ناس مش قد كده عايزه يجي. طيب انا صليت، طب التطبيق بقى، هكلم واحده تيجي معايا، هكلم صاحبتي الفلانيه دي اشجعها تيجي معايا القداس، هتفق معاها على ميعاد تيجي معايا فيه القداس. يبقى انا اخترت شخصيه، اولا شخص يعني احنا قلنا انا اللي هعمل، مش اخويا، مش ابن خالتي، مش مامتي، انا اللي هعمل، يعني ده كلمه معنى شخصي. حددت شخص او مكان هاخد فلانه معايا الاسبوع الجاي، يعني الجمعه الجايه مثلا، القداس الجاي الجمعه الجايه. يعني ايه قابل للتقييم؟ يعني انا بعد كام اسبوع لما هفتح الكراسه والاقي نفسي انا خدت فلان، هاخد فلان الاسبوع الجمعه الجايه، انا عملت ده؟ اه عملته. طيب لما اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، انا هدي اي حد في الشارع هديله فلوس بعد كام يوم؟ هو انا اديت حد ولا ما اديتوش؟ لا مش فاكر. ما ده كده غير قابل للتقييم. ليه غير قابل للتقييم؟ لانه اصلا ما حددتش حاجه، قلت لما اشوف حد هبقى اديله. ايوه، ما انت ما كتبتش، يعني قلت مثلا في حد قاعد في الحته الفلانيه هشتري له سندوتش واديهوله. انا ركزت في ده، هشتري اكل او هخلي معايا ازازه ميه واي حاجه تتاكل هديها لاقرب واي واحد هشوفه، وابقى ماسك الحاجه دي ماشي بايدي كده ماسكها وهديها للشخص ده. فانا حددت حاجات معينه تخليني بعد كده وانا بسال نفسي انا عملت التطبيق ده يعني قابل للتقييم، يعني انا عملته اه ولا لا؟ اه. لو مش محدد وعايم وحبوا اعدائكم وهحب كل الناس وهعمل كل حاجه حلوه وهعمل، ده كلام انشا، ده كلام ما يجيبش عيش، ما ياكلش عيش، ملوش لازمه ولا محدد ولا عملي، وبالتالي مش هقدر اقيمه، مش هقدر اقول ده صح ولا غلط، انا فعلا عملته ولا ما عملتوش. تمام. طيب مين شاطر يقول لي الايه اللي قالها والتامل بتاعه؟ حلو قوي. ينفع تقري لنا التامل؟ لا يعني اقري لنا انت كاتبه ايه بالظبط. حلو قوي. الجزء الاولاني حلو، بس خلي بالك انت اكنك بتشرحي الايه. انا فاهمه ان انت حسيتيه، انا فاهمه انك قولي لي. تمام تمام. يبقى يعني هستعين شويه او هعدل شويه معلش على التامل بتاعك. قولي يا رب علمني ان اصنع ارادتك. يا رب انا عارفه ان انت في ايدك كل حاجه، عارفه ان انت تقدر على كل حاجه، وانا وعارفه ان انت تريد كل حاجه، علمني ده، خليني اعرف اعمل ده. يعني بطلب ان انا اتعلم، بصلي ده. انت يعني لحقتي نفسك بالحته اللي تحت ان انت ابتديتي تصلي. تمام. كل حاجه لتكن مشيئتك، ده عايم عايم. تمام. طيب دي حياتنا وكل حاجه لتكن مشيئتك، جميل. طيب هسالك على حاجه، انت في موضوع عندك في حياتك محيرك، او في حاجه محتاره فيها، او في حاجه نفسك فيها مش عارفه دي اراده ربنا ولا لا؟ كليتي. تمام. تمام. يعني دخلت القرارات من غير ما اخد فلوس، وانا جوه القرارات انا مش عايزه ادخل
تمام. هتبقي زمر خلي بالك. حلو، يبقى انت حصل لك موقف والآية دي فكرتك بيها. لو انا مكانك تطبيق العملي اللي انا هعمله هكتب كده، هقوم اصلي صلاة الشكر واشكر ربنا انه ارادته فوق كل شيء. هصلي صلاة الشكر، حددت هعمل ايه، هقوم النهاردة او بكرة او ايا كان الوقت، تمام، هشكر ربنا من اجل حاجة معينة. يبقى انا كده نفذت كل الحاجات. حلو ان انا استمتع بارادة ربنا في حياتي، بس الاحلى ان انا اشاوله على الحتة اللي انا اتبسطت فيها معاه، ان انا تلمست فيها معاه. تمام، برافو عليك يا شطور. مين تاني يحب يقول؟ قولي 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 قولي، انت شطوره قولي. اقراها يعني؟ اه اقريها. ابانوب هطلعك بره، ابانوب اعمل دوشه. اه ها، صيادي الناس. تمام، ان احنا خدتوا بالكم من حاجه؟ قالت كلام حلو صح، كلام جميل، بس في حاجه قالتها، حرف النون، ان ان احنا نكون وسط الناس، ان انا اكون وسط ايوه ان احنا، قلتي احنا، قعدتي تقولي احنا لما نكون وسط، احنا لما نكون، ما هو مش انا، انا انا بتكلم عن نفسي برضو. الايه شويه فيها شرح. طب لو انا عايزه اصلي بالمعنى ده، يا رب علمني ازاي اكون صورتك ومثالك في وسط مجتمع رفضك انت شخصيا، علمني ازاي اكون فخوره بمسيحيتي وسط اي حد، علمني ده وفرحني وانا وسط الناس، ازاي اكون فرحان ومبسوط ويتقال عليا فعلا ان انا بنتك. دي الصلاه اللي ممكن اصليها. طيب لو انا عايزه اعمل تطبيق عمل الموقف، حد وسط مجموعه مش شبهنا، انا عايزه اكون وسطيهم شبهنا، ايه التطبيق اللي ممكن اعمله؟ قولي. حلو، لما بيعملوا يبقى ده التطبيق العملي بتاعي، لما ينموا على حد انا هسحب نفسي وهمشي، لما بيقولوا الفاظ مش يعني انا مش قبلاها انا هسحب نفسي وهمشي. يبقى انا حددت اللي انا هعمله، حددت مين الناس اللي هبقى وسطهم واعمل كده، حددت ايه الموقف اللي انا همشي منه. اتفضلي. يعني انا في حاجه محدداه ان انا ابعد عن ناس معينه. تمام ماشي، يمكن بقى انا مش عارفه ازاي ابعد عنها، دي حاجه ثانيه. لا دي حاجه ثانيه، ما هو انا محتاجه اصلي بقى من اجل لو انا عندي عايزه ابعد عن دول ومش عارفه، يبقى انا محتاجه، يبقى انا العمل بتاعي ان انا هصلي علشان يا رب ابعد عن ده. لو انت شايف ان انا ده يعني اصلح لي ان انا ابعد عنهم ساعدني، فاحتاج ان انا اصلي لاجل الموضوع ده. حاجه عاوز اعملها ومش عارف، عندي مشكله مش عارفه اعمل ده، نفسي اعمل ده ومش عارف، احط التطبيق ان انا هصلي، هحط التطبيق ان انا اصلي. طب انا قاعد في حته وخايف وقلقان، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول صلاه يسوع، هقول مثلا هقول صلاه يسوع 5 مرات. عارفين صلاه يسوع؟ رب يسوع المسيح اعني انا عبدك الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا عبدك الخاطي، يا رب يسوع المسيح انقذني. اقول 5 مرات 5 حاجات مختلفه، خلاص كده انا خلصت التطبيق، خلصت كده. اه خلصت، هما ال5 مرات دول خلاص. اه خلصت. في ناس سالتني طب هو انا ممكن اعمله كل يوم؟ ممكن تعمله كل يوم، بس الافضل
علشان الموضوع ما لو كل يوم هاخد تطبيق اعمله كل يوم، كل يوم هاخد تطبيق اعمله كل يوم، يبقى انا كده ايه؟ هتلاقي نفسي احتست. طب لو انا كل يوم عملت تطبيق واحد هلاقي نفسي انجزت. ليه؟ انا كل يوم بنفذ وصيه ولو حتى مره واحده، ده كفايه جدا، ده حلو قوي. نخلي بالنا من الفرق بين انا بشرح لربنا الايه، انا بقول له بحرف النون، احنا بنكون قاعدين وسط ناس، احنا بنكون احنا انا عايزه اكتب، انا عاوزاك، انا محتاجاك، انا مبسوطه بيك، انا مبسوطه بارادتك في حياتي، انا عايزين الانا كده تبقى حلوه كده كبيره كده وسط الناس. تمام؟ في حد عنده اي سؤال؟ في حد طلع تامل مش عارف له تطبيق؟ فهمتوا فكره التطبيق؟ فهمتوا؟ يبقى احنا قلنا في التامل هيبقى انا، نتكلم على الانا، مش لازم اكتب كلام كتير، مش لازم اكتب كلام كتير، مش لازم تبقى في الاول عادي ممكن اكتب سطرين، مع الوقت هقدر اطلع مشاعري. في كذا حد قال لي انا عندي مشاعر بس مش عارف اطلعها، اهدى وبالراحه واكتب اللي حاسس بيه، مش لازم يبقى كلام منمق، مش لازم، اكتب بالبلدي عادي مش مهم. تمام؟ اخدنا الخمس حاجات اللي هنحط فيها هنتامل بيها، سواء وعد او ايه حلوه او فعل. تمام؟ الخمس نقط، واحنا قلنا التطبيق عمق شخصي محدد قابل للتقييم، تمام، عملي وشخصي، يعني انا اللي هعمله. خلاص استاذ بشوي عندنا كم اصحاح واجب بقى النهارده؟ خلصنا اول اصحاح، ممكن كفايه اربعه. استاذ بشوي كان عايز بسبعه، يعني كل يوم اصحاح بما ايوه ده. خلاص يا جماعه، خلاص انا اسفه جدا يا جماعه، برافو عليكم. طيب علشان علشان بس انتوا اول مره تتاملوا، عشان ما تحسوش ان عليكم كم كبير، نصيحه، اختاروا ايه واحده تاملوا في، ما تستعجلوش في التامل، ما تبقوش مستعجلين، ايه واحده بالظبط، مش عايزين نبدع، مش عايزين نكتب موضوع انشا حلو، ايه واحده، ايه واحده اكتبها اتامل فيها اركز في التطبيق اللي اعمله علشان ابقى عملت ولو خطوه واحده بس. تمام؟ هنكمل في مرقص، هنكمل الثاني والثالث والرابع والخامس. تمام؟ لو حد محتاج حاجه استاذ بشير معاكم بقى.